السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. تصريحات الأستاذة إلهام شاهين مع عمرو أديب بخصوص مسلسل والأفيش طلع حتى لا إله إلا الله محمد رسول الله، مسلسل هيتذاع على قنوات ام بي سي اسمه بطلوع الروح، وإن شاء الله بإذن الله يفشل فشل ذريع، لأنه أساسا قصته محروقة، قصة كلها محروقة يعني معروفة. الشكل بتاع الأفيش واضح إن الست إلهام شاهين طالعة بدور زي ما بيقولوا كده إرهابية أو تكفيرية أو داعشية، وطبعا مفيش شوية كده شوية تشويه لبعض المفاهيم، وده دائما وأبدا بقول يعني للأسف الشديد الإرهاب لا دين له، لكن حتى عندنا هنا بقت أزمة ما بين المسلمين نفسهم، لازم نطلع نفسنا إرهابيين، البعض طبعا يعني ممن يفهمون دين الإسلام بشكل خاطئ، لازم نطلع شكلنا ارهابيين اكثر من الغرب ما شايفنا ان احنا ارهابيين، لازم نقول ان احنا تاني. مين اللي قال ان اي حد بدقني ارهابي؟ مين اللي قال ان اي ست منقبه داعشيه؟ فيش الكلام ده. ثم تعال ناخد الاول تصريحات الهام شاهين ونرد على هذه على تصريحاتها. بتقول الهام شاهين مع عمرو اديب الناس اللي بتحكم على صوره في افيش قد كده انتوا خايفين اننا نفضح فكر متطرف؟ لا والله احنا مش خايفين ان انتوا تفضحوا فكر متطرف، احنا خايفين تنشروا فكركم المتطرف من نواحي الحرية. ده احنا بقينا متطرف مين يا استاذ؟ ده احنا بقينا في حالة تسيب. يعني ما ننكرش ان في ناس متطرفين وضع طبيعي، زي ما في كده المتسيبين في متطرفين، ما ننكرش ان في البعض فهمه خاطئ للدين الاسلامي، والا ما كانش يبقى فيه ارهابيين موجودين في سيناء، وضع طبيعي لكن انا عايز اسال سؤال يا استاذ الهام شاهين، هو الفن مش المفروض بيعبر عن المجتمع، مرآة للمجتمع، يعني بينقل الواقع والمفروض كمان يقدم حلول للواقع يا استاذ الهام شاهين؟ طب حضرتك ما تقدم لنا مسلسل عن معاناة المواطن المصري في يعني على مدار الفترات اللي فاتت، مثلا احنا في التوقيت الحالي في ارتفاع غلاء اسعار والناس ماشيه طالعان عين اللي خلفوه، احنا في التوقيت الحالي في ناس مش عارفه تتجوز، احنا في التوقيت الحالي الدنيا بايظه، في التوقيت الحالي في بعض المستثمرين وبعض الناس اللي فاتحين مشاريع على قدهم بيطلعوا يشتكوا. فين هو حضرتك النهارده بتخاطب؟ هو عاد في فكر متطرف زي زمان؟ ثم انا عايز اسال سؤال، مع احترامنا ليكي ودور الفن اللي انت بتقدميه، يعني سامحين يعني الناس اللي تقول لك بتقولها باحترامنا لينا، بنحترم الجميع يا اخوانا بقى، ما فحضرتك بتقومي بدور في فيلم ما بائعة هوى جاية تقدمي لي دور داعشي، عايزاني اصدق يعني؟ تاني وتالت انا خايف تطلعونا الطبيعي بالنسبه لكم فكرهم متطرف. ابراهيم عيسى لما اتكلم وانتقد او مش انتقد، ده اساء وتجاوز في حق اصحاب سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر، واتكلم عن قصه الاسراء والمعراج، وقبل كده اتكلم في امور كثيره ويقول لك مش عارف حكمه، لما جينا نرد عليه والبعض بيرد عليه لقينا موجة هجوم، بعض يقول لك يا عم انت اخوان، يا عم هو بقى اصبح يعني الامر الطبيعي التسايب، ولما اجي انا اقول لا ما يصحش الدين بيقول كذا بدون ده، اصبح ده التطرف؟ هل اصبح دفاعي عن ديني نوع من انواع الارهاب؟ انتوا بتصوروه ارهاب يعني يطلع خالد منتصر ويطلع غيره تطرف؟ ده مش عارفين حتى نقول راينا، راي ايه في الدين؟ ده سابح اشياء ثابته من ثوابت الدين. فهنا المشكلة والخلاف على مفهومكم انتم للتطرف. ثم انا عايز افهم ليه تكبدوا نفسكم فلوس؟ الموضوع سهل وبسيط، لو جبتوا اي واحد من المتطرفين الدولة بتحارب الارهاب، لو مسكت واحد من المتطرفين طلعته على الشاشة التلفزيون وقال قناعاته، الانسان العادي حتى اللي مش متعلم بالفطرة السليمة والفطرة الطبيعية هتقدر تقول عليه ده متطرف، هتقدر تقول عليه متطرف. ثم
انت مع احترامنا ليكي ولمهنتك اللي هتقولي لي ايه التطرف ايه اللي مش متطرف، حضرتك النهارده جيبي شيخ زي الامام الطيب احمد الطيب يطلع يقول لي الافكار 1 2 3 مش عارف ايه. ثم كم من المسلسلات اتعملت عن الفكر المتطرف؟ انا اقول لك من الحاجات الجميله برضو بشكل محترم وشكل شيك بعيدا عن التطرف الحالي من الفن اللي بيقدم، مسلسل العائله بتاع محمود مرسي اللي اتعمل واسماعيل عبد الحافظ من افضل المسلسلات اللي اتعملت. عندنا كم كبير جدا من المسلسلات الجيده اللي بتحارب التطرف. التوقيت الحالي هل المشكله اللي موجوده حاليا في ظل حرب روسيا واوكرانيا والشعوب المطقوله والغلاء والكورونا والارهاب بقى نقطه مشكله ازمه؟ المشكله تاني وتالت وعاشر اللي انت هتطلعي تتكلمي انا خايف من يعني في يعني عارفين طبعا التطرف هو الاعتداء على حريه الارهاب هو الاعتداء على حريه الاخرين على معتقداته على فرض بالقوه بالاكراه، كل الناس ده فاهم الكلام ده، كل الناس والله فاهم، لكن اللي مش مفهوم ان انا في وقت التوقيت الحالي لما اجي اتكلم وارد على اكاذيب معينه حد يتهمني بقى انا بالتطرف. لما اقول ابراهيم عيسى في معراج، ابراهيم عيسى يطلع خالي اقول في معراج يقول لك لا، يقول له واحد تاني بتسيبوا الناس تقول ارائها، راي ايه؟ وانت من ضمن الناس دي اللي بيقولوا سيبوا ابراهيم عيسى يقول ارائهم ودول المستنيرين والمفكرين، هل هو ده التطرف؟ لما انا اقول لا ما ينفعش، هل ده بالنسبه لك انا متطرف؟ هو ده الفكر اللي انت عايزه تحوليه الناس؟ وتقول لك انا كنت متصوره الناس تشكرني عن دفاعي عن الدين الاسلامي، مش هتشكرك انت، انت تشكرك انت ليه عن الدفاع عن الدين الاسلامي؟ الدين الاسلامي له علماءه المسؤولين عن توضيحه مش حضرتك يعني. تاني وتالت وعاشر انت عايزه تقنعيني ازاي؟ يعني كان في مسلسل سيدنا عمر بن الخطاب وكان قبل منه في فيلم الرساله عبد الله الرئيس قايم بدور حمزه. فمشكله في تجسيد الصحابه فتره من الفترات كانوا بيتكلموا على ان انا ازاي اشوف ممثل قايم بدور سيدنا حمزه وهو ممكن بعدها يعمل فيلم نايم مع واحده في السرير بيمثلوا مشهد مش لطيف ازاي؟ غصب عنك الذاكره هتربط ما بين الشخصيه بتاعت سيدنا اللي قدمها الممثل ده عن احد اصحابه ما بين الراجل هو الممثل اللي على علمك ان ده ممثل، لكن الصوره الذهنيه بتاعتك هو ده لا انت كده في اساءه. فحضرتك النهارده عملتي ادوار كتير خاصه بفتيات الليل وتطلعي تتكلمين النهارده عن الدين وعن الاسلام وعن ما تسيب الناس التخصص لاهله يعني ما تسيب التخصص لاهله. انا بيقول لك ايه ما حدش يقول لي ما تحطيش لا اله الا الله محمد رسول الله وتطلعي ارهابيه، هو ده الواقع. لا انت بتسيئي إيه؟ انت بتسيئي إيه؟ بتسيئي للاسلام وتسيئي للدين. وما ينفعش تطلعي تقولي مثلا رساله بعيدا عن الزي وعن اللي ليه دايما انتوا واخدين الموضوع شكل ده ارهابي متطرف، على الرغم مع احترامنا يعني مع احترامنا للجميع في قساوسه مربيين دقنه القساوسه والبابا ما مربي دقن، ليه الدقن بالنسبه لك مشكله؟ الحجاب الناس بتقول لك حجاب، في الراهبات ما بيغطوا راسهم بالحجاب يعني بالحجاب يعني ليه هنا لما المسلم يلبس المسلمة تلبس نقاب فدي لا انا بندعو للحريه والتبرع وتخلع شعرها والنقاب ما والحجاب ما ينفعش. على الجانب الاخر بغض النظر بقى عن الديانات الاخرى كلها فيها ناس متمسكين يا جماعه ليه احنا مصرين نشوه الدين بتاعنا؟ لك ازاي اللي ظهرت بيه واخدينه من الداعشيات الحقيقيات؟ هو عاد في داعشيات ده امريكا فارتكب ما خلاص ما الداعشيات راحوا لحالهم، هو فين الداعشيات؟ واحنا بقينا نسمع عن داعشيات ولا بقينا بنسمع حاجه؟ احنا بقينا بنسمع عن حاجات تانيه ومشاكل تانيه، بنسمع عن اللي بتقتل ولادها من الجوع وبيقتل عيال وعشان مش رايق. ده في ممثل زميلكم طلع من كام يوم اللي هو مش عارف اسمه شريف ايه شريف ادريس طلع قال لك انا بعتزل ومن كتر الظروف الماديه اللي بمر بيها صعبه بقيت بحلم ان انا كابوس بيجي لي ان انا بقتل عيالي. ممثل زميلكم
ده قال ممثل، مش انا اللي بقول ولا بتقول ولا بقول بقى الظروف والبلد والوضع والناس والحاجه، ده واحد ممثل قال لك الظروف. ما تبصوا لظروف الناس، زمايلكم على الاقل. اللي كان واحد طالع مش ابن مخرج بوجو وطمطم، قال لك طلع قال لك انا مش لاقي فلوس علاج، فتشوفوا معاناه الحقيقيه بتاعت الناس. تاني وتالت، الحل لمشكله التطرف شيخ ديني، شيخ اسلامي يطلع يتكلم في الدين مظبوط، يوضح ايه الحدود الطبيعيه للدين وايه المغالاه. انما انت هتطلع تقولي ليه؟ ان شاء الله باذن الله تخسروا فلوسكم كلها، المنتج والفيلم والمسلسل يفشل فشل ذريع. قال لك سعيده ان الفن مؤثر وبيعمل الرعب لناس معينين. لا والله ما بيعمل للناس المتطرفين وبيعمل للناس الطبيعيين، لان تاني وتالت وعاشر سقف التطرف بتاعكم ده هو فين؟ هو فين؟ النهارده مثلا انا لما اجي اقول لك لا المفروض الدين بتاعي بيقول تغطي راسك يا استاذه الهام شاهين، فتقولي لي لا انت متطرف يا ست، ربنا والقران اللي بيقول الحجاب فرض. طب النهارده يا ست الهام شاهين لما اجي اقول لك انت بتسيئي للصحابه، انت بتتجاوزي في حق مش عايزاه ابراهيم عيسى وبتاع، تطلعي تقولي لا هو حريه راي، انت متطرف بتفرض رايك عليه، سيب الراجل يفكر. هو ده التطرف من وجهه نظركم؟ ان انا لما دافع مثلا ايه بتقد ايه التطرف؟ ايه التطرف؟ هو الناس النهارده مش عارفه ان قتل الاعتداء على روح دي حرام وده التطرف؟ النهارده لما افرض دين او افرض حاجه او افرض او اخش علشان ناس بتعتنق فكر معين او دين افرتكهم او فجاهر، الناس مش عارفه ان ده تطرف. الناس بقول لك الطفل الصغير الفطره السليمه، واحد مش متعلم خالص، انتوا بتقدموا ايه؟ هل ده بقت هي المشكله اللي بيعاني منها كام الف واحد متطرف؟ كام الف واحد متطرف انتوا بتخاطبيه؟ يا ست احنا بنعاني من ازمه تسيب، اقسم بالله ما عندنا ازمه تطرف في التوقيت الحالي، في فئه معينه عددهم قد ايه؟ ده انا اتمنى ان انتوا تعملوا، رجعوا لنا يا اخوانا المسلسلات الدينيه، تعملوا مسلسل كده يقول للناس لا الالتزام الصح يعني ايه، الدين يعني ايه، اللبس الصحيح يعني ايه، ازاي يعني ايه، فرق بين الحريه وفرق بين العري وفرق بين الكلام. تعملوا لنا مسلسل ترجعوا الناس لدينها. الناس بعدت منا مسلسل ديني، منا مسلسل يا اخي، حتى المسلسلات التاريخيه اللي كانت بتبقى زمان يطلع لك فيه زي مثلا زي الفرسان، يطلع لك شيخ زي العز بن عبد السلام يتكلم عن العدل، عن كلمونا. رجعوا، انتوا بتقولوا الناس تطرف، احنا باكن احنا في التوقيت اللي احنا فيه في ظل الفتن اللي احنا عايشين فيها، في ظل القرف، في ظل عدم التزام الناس لا بصلاه، والبعض بيقول لك زكاه ايه، والبعض بيقول لك صيام ايه، هل التوقيت اللي احنا فيه ده فيه تطرف؟ امال حضراتكم بقى لو كنتوا موجودين والفن بتاعكم ده موجود من 1000 سنه مثلا، كنت حكمتوا على المجتمع وقتها بالاعدام وعلى الناس وقتها بالاعدام؟ احنا محتاجين الناس ترجع لدينها، مش تقول لهم تطرف ايه؟ كم الف واحد عم تعرف مقارنه بكم مليون واحد، كم مليون واحد متسيبين؟ هل اقدم الفئه النموذج القليل ولا اقدم اللي يهم النموذج الكبير؟ فبتقول لك ايه، كل ادواري مهمه، خلي الدور المنحرف له رساله، حتى الدور المنحرف له رساله تم مهمه. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، وإن شاء الله تقطعوا هذا المسلسل يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.